ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق. أهلا بكم أستاذ محمد إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك أنباء عن مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وذلك بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في الخليل. هل من معلومات أكثر عن هذا الحدث؟ نعم، أسعد الله مساءكم. بالفعل اليوم قوات الاحتلال نفذت جريمة جديدة بحق الفلسطينيين، حيث قامت بإطلاق الرصاص مباشرة صوب المواطن معمر الأطرش 42 عاما، حيث استشهد على الفور مدعية أنه قام وحاول بتنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة في الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية. قوات الاحتلال منعت وصول طواقم الصحافة وكذلك الإسعاف الفلسطيني، وحاولت أن تجعل فقط الرواية الإسرائيلية هي سيدة الموقف. هذا جاء بتزامن مع إعلان قوات الاحتلال اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا فجر اليوم بعمليات سهم وتفتيش وتنكيل بالمواطنين وتخريب ممتلكات المنازل أثناء عملية الاقتحام في مدن الخليل وبيت لحم وجنين وكذلك في رام الله ونابلس. نعم أستاذ محمد، يعني أغلقت قوات الاحتلال جميع البوابات والطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، كيف ترى رد الفعل الصهيوني في ظل تزايد الانتهاكات في الفترة الأخيرة؟ نعم، هذا أمر بات يوضع عليه علامات استفهام كبيرة، أنه بالتزامن مع حالة الخناق الكبيرة وفرض التوقيت والتقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك، نرى أن قوات الاحتلال تتعامل مع الحرم الإبراهيمي بطريقة عنصرية واضحة، بحيث تجعل من تلك المنطقة أمنية عسكرية مغلقة وتضع وتزرع الرعب في قلوب المواطنين. فأي فلسطيني من الضفة الغربية يفكر بالذهاب إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل فإنه يحسب ألف حساب أمني وبوابات إلكترونية وتفتيش عاري ومحاولات إطلاق النار على المواطنين والاستفزازات من قبل المستوطنين. كل هذا جاء بالتزامن أيضا مع قيام حكومة الاحتلال بإغلاق البوابات و اعتبار المنطقة عسكرية مغلقة، مع أن الذي استشهد هو فلسطيني ومع أن الذي اعتدى هو المستوطن وهو الجندي الإسرائيلي. هذا ينسحب على كثير من المناطق الفلسطينية بعيدا عن أنها مقدسة كما الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل والمسجد الأقصى المبارك في القدس. نحن نرى أننا أمام عربدة للمستوطنين في قرى في محاصيل الزيتون أثناء قصف الزيتون في مناطق قرى نابلس وقرى رام الله وكذلك في بيت لحم، وأيضا اعتداءات على مصادر المياه الفلسطينية بحجة أنها هذه البرك الزراعية هي منطقة مقدسة للمستوطنين، وبالتالي يحلو لهم الاقتحام والمداهمة وتخريب ممتلكات المواطنين. كل هذا التمكين والسيادة للمستوطنين تدعمها قوات الاحتلال وسط صمت دولي، وأيضا عدم تجاوب جدي من قبل السلطة في فرض سيادتها ونجم الاحتلال والمستوطنين. نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى برأيك تأتي العملية في إطار الكبت الذي يعيشه الفلسطينيون جراء الانتهاكات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ وكيف تقرأ تصريح نتنياهو عن نيته بهدم الخان الأحمر عاجلا أم آجلا؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة صفع عدة صفعات بانتصارات متتالية للفلسطينيين. دعنا نشير إلى الحروب الثلاثة على قطاع غزة التي هزم فيها الاحتلال الإسرائيلي معنويا وميدانيا وأسر جنوده لدى المقاومة، أيضا بوابات التي حاول أن يفرضها على المسجد الأقصى في صيف 2017 ومن ردع وانتصر الفلسطيني بمنع وجود هذه البوابات، وايضا في ملف آلية فرض يهودية الدولة التي صفعت من قبل الفلسطينيين. الان يحاول تمرير فكرة الخان الاحمر، ولكنه يبدو انه ردع من الساحة الدولية لانه يدرك جيدا ان تقسيم الضفة الغربية لقسمين يعني انهاء حل الدولتين الذي كان على اساسه وجد اتفاق ما يسمى باتفاق اوسلو 93، وبالتالي يعني حينما يقوم بهذه الخطوة الان رغم ان هناك تطمينات من الخارجية الامريكية على مدار 8 اعوام بانه سيجمد قرار مشروع E1 وهو 2020 القدس 2020 القاضي بضم معالي ادوميم شرق القدس ومنطقه الخان الاحمر للقدس وتسمى القدس الكبرى على حساب الضفه الغربيه ان تقسم قسمين وبالتالي انهاء حل الدولتين. هذا التطور لدى نتنياهو الان هو تكتيكي وليس استراتيجي، هو يريد ان يقنع العالم انه لم يعد مهما لديه ان يخلي الخان الاحمر، لكنه في نفس الوقت يجري مفاوضات تحت الطاوله في محاوله لاقناع السكان هناك بابعادهم عده امتار، وعده امتار تعني في السياسه الاسرائيليه الترحيل الاولي والترحيل الثاني الى ان يصلوا الى منطقه العزريه المنطقه المخصصه
ان يكون لديهم فيها تجمع لهؤلاء المواطنين. نحن نعلم ان هناك 5000 بدوي فلسطيني يعيشون في منطقه الخان الاحمر في 23 تجمع، في هذا التجمع الذي يراد ان يهدم يعيش 150 مواطنا. نعم الاستاذ محمد القيق الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.